ما هو تحس انا كلمتك وما ردتش. لما تسمع الرسالة دي كلمني ضروري. معتز ايه؟ ويكلمك ليه ان شاء الله يا ماما؟ وانتي مالك؟ انا عارفة ايه اللي في دماغك، وموضوع الجواز ده مش هيحصل. انا مش هتجوز معتز، ارجوكي بقى طلعيه من حياتنا. وهو مين اللي دخله حياتنا؟ غلطة، غلطة ودفعت تمنها غالي قوي. طب والفيديوهات اللي عنده؟ اقولك حاجة، خليه يعمل صفحة على الفيسبوك وينزل عليها كل الفيديوهات اللي عنده. انا خلاص ما بقاش فارق لي. وهو انت عايشة لوحدك في الدنيا دي؟ مالكيش اب، ام، اخوات؟ انا بلم من وراكوا يا خايبة. معتز لازم يبقى واحد من العيلة دي عشان نلم فضايحنا. ايه مالكم؟ ايه؟ بتتخانقوا؟ اسألها. لا قبل ما اسألها، ادهم كلمني وقال لي ان احنا ممكن نزور فرح بكره. ايه؟ بجد؟ اه والله، وبيقول لي ان معنوياتها اتحسنت جدا وبالذات بعد ما صدفه زارتها. صدفه؟ ومين الحيوان اللي سمح بحاجه زي كده؟ وصدفه دي تطلع مين عشان تزور اختك؟ ده انا هطربق الدنيا على دماغكو. يا ماما يا حبيبتي، صدفه بقت امر واقع. يعني ايه امر واقع؟ يعني هي لو اختنا نلم المواضيع دي كلها مش هنخسر حاجه، وهي اصلا مش عايزه حاجه. والقضيه اللي هي رافعها؟ كلمتني وقالت لي انها تتنازل عنها. وانت صدقتها؟ دي بتلعب بيك يا هبل، بكره تقول لكم فين حقي. طب بقول لك ايه يا ماما، هي يعني لو طمعانه في قرشين تاخدهم وتحل عن سمان؟ قرشين؟ قرشين ايه انت كمان؟ دي جعانه، لو فتحنا لها الباب ده حتى كنا. الان ده وحش يا ماما، انت عارفه ومتاكده ان صدفه اختنا. ما تتكلمي يا منار، هو انت مش سمعتيهم في الاوضه هما بيتخانقوا؟ مش سمعتي ماما وهي بتقول ان هي عارفه اسماء ام صدفه؟ ايوه عارفاها، وعارفه انها اختكم، بس برضه مش هخليها طول ولا مليم، ومش هتتكتب باسم ابوك، فاهم؟ اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.